اهلا بكم. انا مبسوطه دائما تواجدكم في المحافل العالميه. بالنسبه للديزاينر صراحه انا كنت طالعه من تصوير فما كان عندي وقت، ولكن توفقت مع مصممين عرب رائعين جدا، واليوم ان شاء الله راح البس من مصمم سعودي. ومع ميلا الزهراني، سارة طيبة، وركان بن عبد الواحد كانوا كلهم متواجدين بالمهرجان، تبعنا اكيد كل الاكتيفيتيز تبعه. مرحبا احبابي، اليوم تغطيه من سكوب، احنا في كان المهرجان السينمائي، تعالوا معنا. ان شاء الله هذا يعني يفتح ابواب لنا في السعوديه وفي عالم السينما. ام نوت جن، ما حاول اسوي نفسي تشل عادي، وكان فعلا يوتر، وكان بريمير فيلم كل احد بستناه، كان فكان زحمه، فانا وانا جلست وانا مستعجله كالعاده، فجلست كده 5 ثواني بعدين طلعت جريت على الجري على الدرج، وان ماي هيد انه اكيد انا خبصت، بعدين اشوف الفيديو ألاقي فيه الساس، يعني عايشة حياتي. I'm like والله إنك ممثلة من برا، you look يعني تمام، من برا شكلك طبيعي ومن جوا بسيح، بس حقيقي كان حلو، متحمسة السجادات حمرات أخرات. واو.